طبعا احنا نتحدث عن هذه العلاقات، وطبعا اعتقد بان هذا هو قصر الاتحادية التي سيتم فيها استقبال حضرة صاحب السمو امير البلاد من قبل فخامة رئيس جمهورية مصر العربية. والحديث اكثر دكتور ناصر، ننتقل للمشاهدين الكرام الى زميلي يوسف مصطفى. مشاهدينا الكرام، نحييكم اطيب تحية في هذه الصورة المعبرة التي تعكس عمق العلاقات. زيارة هي الأولى لسموه منذ توليه مقاليد الحكم بالبلاد، وتأتي لتحظى بترحيب كبير على المستويين الرسمي والشعبي لما تتميز به العلاقات المصرية الكويتية من خصوصية وروابط أخوية وثيقة بين البلدين تعود إلى قبل عهد استقلال دولة الكويت الشقيقة. وتقديراً للمكانة المرموقة والمنزلة الرفيعة، وتوثيقاً لعرى الصداقة وروابط الوداد لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، يتفضل فخامة السيد رئيس الجمهورية بمنح سموه قلادة النيل. وقلادة النيل لها المقام الأول بين الأوسمة المصرية، وأرفعها قدراً وأعظمها شأناً. شكراً.